من وراء اللاعبين اللي كانوا اساسا، ولكن الهدف اذا الان من تسلل كان في مرحله تنقص الكره هذه اللاعبه تنقصها، كان يكون تسلل ولكن في نهايه المطاف اللي جاي من الخلف هو اللي مشى، اذا ما كاينش تسلل وبر اللاعب النحلي ايضا ما كاينش وضعيه تسلل. فريق شباب قصد الكتاب كان حزين جدا وحاول على فريق شباب قصد الكتاب يشوف التعادل في هذا الوقت من الجهه الانطلاق ديال الاكدوم اللي ما حاولش يتعب الخطا، ولكن كان تمكن اللاعبين بانه يمر وبالتالي سجل الهدف اللي كانت محاولة جيدة. كان هناك الفكرة بين محاولة الفرق مع سجل الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الدفاع حسن الجبل، هدف هدف لفريق الدفاع حسن الجبل جاكي تيتس دينو، هدف هدف ثالث لفريق الدفاع حسن الجديدي. ظروف شاهدوا من خلال الإعادة إذا هناك تسلل واضح، هل لما ولكن هل لمس الكرة؟ فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي نفسي بالمقبل محاولة نناح والهدف هدف ركائز الوسط ديال الدفاع الجديدي نناح مرت عليهم هذه محاولة هدف سادس هدف سادس هدف سادس فريق الدفاع الحسني الجديد. شاهدوا الطريقة الفنية اللي تمكنوا بها اللاعبين